الساعة 6 مساء، المكان منتزه صابلات. المهمة عملية توعية وتوزيع عدد من الأقنعة الواقية على العائلات. في أول يوم من افتتاح الحدائق والمنتزهات العمومية بعد أكثر من 5 أشهر من الإغلاق كإجراء احترازي لمواجهة تفشي وباء كورونا، أمر دفع باللجنة الصحية بالمجلس الشعبي الوطني بالتنسيق مع المجتمع المدني بتنظيم خرجة تحسيسية بين العائلة المتواجدة هنا. تأينا من خلال هذه الحملة أن نوعي الإخوة والأخوات المواطنين بضرورة اتخاذ تدابير الوقاية، وفي هذا الصدد وزعنا طبعا ما يزيد عن 1000 كمامة على المواطنين والمواطنات. تتنوع أعمال هؤلاء الشباب، بعضهم اختار توزيع الكمامات والآخر اهتم بتعقيم أيدي الأطفال والعائلات، ومجموعة أخرى يوزعون المطويات. نشاط جواري ولد اطمئنانا لدى العائلة الزائرة. المجتمع المدني والله غير كثر خيرهم، واللي يجيو زادوا سمعت لي بلي جايين من البليده، شغال شي كومون يفولفا حاجه مليحه. كي نشوفوا هكا الشباب يوزعوا في لي بافات وكاع، حاجه شغل تقوي الشعب باش يزيد يرتدي هاد الكمامه وما يدير شغل ما يديرهاش حاجه تاع استهزاء وكاع. مع الفتح التدريجي لأماكن الترفيه العمومية أمام المواطنين، تنخرط فعالية المجتمع المدني في حملات التوعية بضرورة احترام قواعد التباعد الاجتماعي لمواجهة تفشي فيروس كورونا لتعود الحياة إلى مجراها الطبيعي.